وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على أن نجاح معرض سيتيسكيب البحرين يؤكد على ما تحققه مملكة البحرين من تقدم كبير في الاستثمار بتطوير القطاع العقاري والارتقاء به إلى مستويات متقدمة. نشهد اليوم الثالث من معرض ومؤتمر سيتيسكيب البحرين النسخة الثالثة، واللي نشوفه اليوم ما شاهدنا في اليومين السابقين أيضا وهو استمرار إلى النجاح اللي حققت النسختين السابقتين. هناك أجواء جميلة في هذا المعرض، ومثل ما تشوف هناك حركة في من الزوار والمستثمرين والمطورين، الكل يسأل والكل يتفاعل مع هذه المشاريع. هناك أكثر من 35 عارض، وهناك أكثر من 40 مشروع في مختلف القطاعات، من مشاريع سكنية وترفيهية واستثمارية. إن دل على شيء، إنما يدل على ثقة المواطن والمستثمر والمطور في البيئة العقارية في مملكة البحرين. البحرين ولله الحمد نمتلك كل مقومات النجاح للقطاع العقاري، وما يحتاج القطاع أي قطاع عقاري في أي بلد من البلدان.